يسأل عن كيفية الطهارة في حالة وضع جهاز صغير لتزويد الجسم بما يحتاجه من الأنسولين دون الحاجة للإبر اليومية، يقول وأيضا وضع شريحة لقياس نسبة السكر في الدم، كيف يمكن أن يتطهر في هذه الحالة؟ كيف يمكن أن يغتسل؟ إذا كان هذه المسائل ضرورية وما عندهاش لها خيار وما عندهاش لها بديل، يعملها معاملة الجميرة، يعمل عليها عصابة من خرقة ولا نايل ولا بلاستر ولا أي شيء، ويغسل فوقه، يمسح فوقه، يغسل باقي جسمه، وهذه الجميرة يمسح فوقها، وعندما ينتهي أمرها ويريد أن يتخلص منها يمسح فوقها، يغسل مكانه فقط، ولا يلزمه ولا يجب عليه أن يغسل كل بدنه مرة أخرى، مجرد إذا أزالها يغسل مكانها هي فقط، وإذا كانت هي مش ضرورية وفي لها بديل يتجنبها.